السلام عليكم يا صاحبي. النهاردة هنوريك احسن 10 العاب يزيلوا من عنك الملل من اول مرحلة. خليك معنا يا صاحبي وما تنساش تشترك بالقناة. ودلوقتي يا صاحبي معانا اول لعبه صعبه صعبه صعبي. تنساش تشترك بس الاول في القناه وتفعل جرس وتكتب تعليق ايجابي. معانا دلوقتي لعبه جي تي اي فايس سيتي لايت. اللي هنبتدي الاول بالعاب البي بي اس اس بي بي جولد او البي بي اس اس بي بي العادي. جي تي اي فايس سيتي لايت للاجهزه الضعيفه زي ما انتم شايفين. لعبه خرافيه خرافية جدا جدا والجرافيكس يعني حلو. هي لعبة في الوصف طبعا هي جيجا او 2 جيجا بس احسن من الاصلية. ليه؟ الاصلية مثلا انت ممكن تلعبها على البي بي اس اس بي بي هتبقى 4 جيجا 5 جيجا. اما دي يعني دي حلوة على القد جميلة جرافيكس رائع. ودي اول لعبة عندنا جي تي اي فايز سيتي بي بي اس اس بي بي حاجة خرافية. ودلوقتي يا صاحبي معانا تاني لعبة في الفيديو بتاعنا ده النهاردة وهي نيد فور سبيد برضو للبي بي اس اس بي بي. ودي اخر لعبة للبي بي اس اس بي بي. لو عايزين انزل لكم فيديو تاني لاحسن 10 العاب للبي بي اس اس بي بي هقول البي اس بي دلوقتي. في البي اس بي انزله لكم ودي منهم يعني نيد فور سبيد. لعبه فعلا فعلا جامده وعجبتني وبتدخل اسمك في اللعبه وعمرك مش لازم عمرك اللي بالظبط وبتدخل المدينه اللي انت فيها اللي هي تاون مش عارف ايه المدينه بتاعت عربيتك وبتخش في سباقات وكؤوس وحاجات كتيرة جدا جدا وهتعجبك. والجرافيكس حلو جدا واللعبة 200 ميجا بايت بس يعني قول 200 ميجا بايت و20 مثلا علشان ايه عشان البي بي اس اس البي اس بي جولد لو هيتحمل هياخد بتاع 20 ميجا بايت 13 ميجا بايت. فهي بص افترض ان هي صاحبي 200 ميجا بايت بس. ولعبة صراحة ممتعة وانا يعني الصراحة ما اقدرش استغنى عنها وهي لعبة جامدة جدا والجرافيكس خرافي خرافي جدا 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 نيد فور سبيد. ومعانا دلوقتي جانج ستار فيجوز او فيجاز. اللعبة دي موجودة في الوصف طبعا متهكرة الاصدار مش عارف الاخير ولا اللي قبل الاخير بس اللي يهمك يا صاحبي ان هي متهكرة ولعبة خرافية جدا. يعني انا لو هديك تقييمي للعبة دي هقولك دي جراند جي تي اي دي جي تي اي في التانية يعني خرافية بكل معنى الكلمة. كانت اللعبة دي جانج ستار فيجوز اللي هي يعني مذهلة بطريقة ولا أروع. مصارعة ومهمات كلها نفس جان كلها نفس جي تي اي في من حيث كل حاجة من حيث كل حاجة يعني من رأيي عشان دي لعبة جرافيكس رائع ممتاز بطريقة وبيوت بقى ومهمات وحاجات خرافية. لعبة من الاخر جامدة جامدة جانج ستار فيجوز. ومعنا دلوقتي يا صاحبي لعبة حرس الحدود اللي هي مش عارف بو ايه. المهم اللعبة دي بتتكلم عن ان انت بيتك في الحدود واللعبة يعني الصورة بتاعتها بتشرح يعني الفيديو بيشرح اللعبة بكل معنى الكلمة. انت بيجيلك ناس وانت بقى ايه بتشوف هم الحرمية ولا لا عشان ما يخشوش بلدك وتبقى انت خسران وتبقى عايش في بيت ومع ابوك كده بقى وكده. وزي ما قلت يعني اللعبة طبعا بتشرح نفسها في الفيديو يعني لعبة خرافية وانت بتوافق انه يخش ولا لا ولو هو بتبلغ البوليس وبيجي وليه كمبيوتر والباسورد والباسبورت والجواز السفر والحاجة الكلام ده كله في لعبة واحدة بس حرس الحدود. لعبة ولا أروع
بصراحه مش هقول ان الجرافيك حلو قوي، بس يعني هي الصراحه لعبه ممتعه جدا جدا، بتهيالي كمان تشتغل من غير نت وب 100 حاجه و80 او حاجه و90 ميجا بايت، بس اقل من 200 ميجا بايت. كانت دي لعبه حرس الحدود. ودلوقتي معانا اللعبه الثانيه انترنت كافيه مش عارف ايه. المهم اللعبه دي اسمها مقهى الالعاب. عباره عن ايه؟ عباره عن ان انت بتفتح محل العاب، من الاخر عامل زي بلاي ستيشن، بس الفرق ان انت بتقدم اكل وبتشتري الكمبيوتر وبتشتري الكيسه وبتشتري الماوس والكراسي. ولعبه والله يعني هي واقعيه وحلوه وعامله بالفعل زي حارس الحدود، نفس الستايل ونفس الجرافيك بطريقه غير مباشره، بس هي الصراحه لعبه ممتعه قوي وهتستمتع وانت بتلعبها، ودي اغلب الجيمرز بيلعبوها. وهي الصراحه يعني لعبه ولا اروع، خرافيه بطريقه جامده جدا. بلاي ستيشن وبتشتري فيها كراسي وكيسات واكل للناس، والناس اللي بتيجي بتكسب منهم فلوس وبتعيش في بيت وكل يوم لازم تاكل وتشرب. لعبه واقعيه بكل معنى الكلمه، وبتبيع وبتشتري وبتكسب، واماكن كتير جدا فيها. واللعبه اصلا المحل بتاعك بيبقى فيه مدينه، وزي اي محل واقعي بيبقى فيه حراميه وناس جايه تشتري وزومبي، مش عارف ايه اللي جاب الزومبي يعني، بس هي اللعبه حلاوتها ان هي واقعيه. انترنت كافي. ودلوقتي يا صاحبي معانا لعبه سكيري تيتشر المدرسه الشريره. اللعبه عباره على انك بتاخد شخصية طفل وبتعمل مقالب في المدرسة بتاعتك، زي مثلا بتحط لها الشطة مثلا في البيتزا، في اكلها، في الفطار بتاعها، وبتحرق صورتها مثلا وبتقعد تعمل فيها مقالب. الصراحة دي لعبة ممتعة، مش هتكلم عن الجرافيك، هي اصلا لعبة ممتعة ومش عايزة نت، بلا نت طبعا. وهي عبارة عن ليفلات، ويعني هي عجبتني بصراحة. كانت دي المدرسة الشريرة سكيري تيتشر، لعبة خرافية. دلوقتي يا صاحبي معانا لعبة ميد اوت. اللعبة دي عاملة زي جانجستار فيجاس والجي تي اي في من حيث العالم المفتوح والجرافيكس العالي جدا جدا جدا، تحس ان انت في عالم الواقع، وفي نفس الوقت شكل العربيات اللي فيها تحس ان هو احسن من نيد فور سبيد. اللعبه دي بتهيالي يا صاحبي 400 ميجا بايت او اقل، عشان الصراحه مش حافظ كل لعبه كده، بس بصراحه اللعبه دي هتعجبك جامد قوي. لعبه واقعيه جدا جدا، وبتلبس شخصيتك وبتشتري حاجات وعربيات جديده وبتزود عربيتك، عامله زي جي تي اي في بالظبط بالظبط، نسخه منها ميد اوت 2. ودلوقتي يا صاحبي معانا اللعبة اللي بيتهيألي العشرة، واللي هي أثارت اهتمام جميع الناس. وزي ما كنت بقول اللعبة دي أثارت اهتمام جميع الناس، من حيث الجرافيكس، من حيث دقة اللعب، من حيث حبك للعبة من جوة. والصراحة اللعبة دي يعني عشقها للناس جامد جدا، الناس يعني جامدة جدا وخرافية. دي كانت ببجي واخر لعبة معانا، وببجي احط لكم النسخة منها لايت. اتمنى الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا قناتي وتفعلوا الجرس وتكتبوا كومنت ايجابي عشان يظهر الكومنت بتاعكم في الفيديو الجاي جيمينج، واشتركوا قناة الصحاب بتاعت شلة البلطجية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم ميرو.